الحمد لله. دونك اليوم غنتكلموا على شي حاجه اللي مازال مكملين فيها، اللي هي التغذيه ديال الوليدات ديالنا. اشنو الوجبات اللي خاصهم ياخذوها بعين الاعتبار؟ اشنو هي الامور اللي كتخص الصحه ديالهم؟ تكلمنا بدايه على الفطور، الغداء كذلك، شفنا اشنو هي الوجبه اللي خاصها تتخذ بعين الاعتبار، شنو اللي لا، الكميات، حتى الطرق ديال انهم ياخذوا الماء، كيفاش يمكن لهم ياخذهم، كيفاش نعرفوا الوليد ديالنا انه شبعان او لا، واش خدا القياس ديالو او لا فات القياس. نحاولوا نذكروا ثم ندخلوا في الموضوع، ونتسناو حتى المكالمات ديال المستمعين. وعندي لك بزاف الاسئله اللي كتخص بعض الوجبات اللي كنعطيوها للوليدات ديالنا، كنقولوا كتزيد الذكاء، كتزيد التركيز، كتعطيهم، كتفتح لهم شهيه. هادشي كله غنشوفوه رفقتك اليوم بروفيسور محمد حسين، اخصائي في التغذيه. نذكروا ثم ننطلقوا. مرحبا. فدائما لما كنتكلموا على المساله ديال التغذيه، اشير الى انه الوليدات ديالنا باش يكون عندهم هناك اكتمال ديال الصحه البدنيه ديالهم، واكتمال ديال الصحه العقليه ديالهم، وكذلك باش يكون عندهم تعزيز ديال المناعه والتحسين ديال هذه المناعه، وكذلك باش يكون عندهم نمو وبناء انسجه معقوله، وكذلك باش يكون تعويض ديال ما اتلف عندهم. حقاش الوليد الا سهر كون على اليقين بانه الخلايا ديالو لا ديال جميع الانواع ديال الانسجه، تقدر تكون خلايا ديال القلب، تقدر تكون خلايا ديال الرئه، تقدر تكون خلايا ديال الكبده، ديال اي مكون مكونات ديال الجسم ديالو ممكن يصيبها اتلاف بالبورطابلات اللي كيتسنطوا لهم يوميا، بالذاك الضوء اللي كيتعرض ليه يوميا، بالبورطابل يعني لي طابليت اللي كيبقى يستعملهم في الحياه اليوميه ديالهم، السهر الى سهر بزاف، الماكله الى كلها عشوائيه، هادو كلهم اشياء اللي ممكن يكون تكون سبب في تدمير للصحه البدنيه والعقليه ديالهم، نقص من المستوى، نقص يعني من المستوى ديال المناعه ديالهم، نقص نمو البناء ديال الانسجه ديالهم، وكذلك عدم القدره على اعاده ما تم اتلافه في الجسم ديالهم. فلهذا من خلال هذه البرامج اللي كنقوم بها كتكون هناك توعية وتحسيس للمستمع الكرام، على أساس أنه إذا كنت أنا باغي نعيش حياة سليمة فنحاول أنني ننظم الحياة ديالي وفق منظومة حياتية سليمة. فما بين الأمور اللي كتدبر المنظومة الحياتية السعيدة وهي التغذية. ولما كنقول التغذية أوتوماتيكمون خصني نراعي في هاد الأربعة ديال الشروط اللي تكلمت عليهم، الاكتمال ديال الصحة، والتعزيز والتحسين ديال المناعة، والنمو والبناء ديال الأنسجة، ثم تعويض و يعني إعادة البناء ديال ما تم إتلافه في الجسم ديالنا. هادو كلهم شكون اللي كيكون السبب ديالهم؟ أولا لي ماساج، ثم المشي تحت الشمس مقادة، ثم النعاس بكري، وخاصة الوليدات الصغار كنقول لهم النعاس بكري مهم جدا، لأن كيخرج لي واحد المجموعة ديال الهرمونات، أولها الهرمون جي اش، الجروت هرمون، ثم التستوستيرون اللي كيخلي النمو ديال الوليدات كيمشي بواحد الشكل ممتاز. وشكون اللي كيدبر هذا الخروج ديال هاد جوج ديال الهرمونات؟ وهو النوم المبكر. كل ما نعسوا الوليدات بكري كل ما غتشوف راسه بانه هاد لي دوزرمون اللي غيلعبوا ليه دور على انهم البناء ديالهم غيكون في المستوى العالي والنمو ديالهم يكون في المستوى العالي، هاد العمليه ديال النوم المبكر. ثم بعد ذلك دائما كنرجعوا لواحد المنظومه اساسيه، هو ان الوجبه الغذائيه يكون فيها الفواكه هي الاولى. هذيك مازال عندنا شويه ديك العقليه ديال نسبقوا ما هو سخون على ما هو، دابا الان ولات خصني نحط ليه الفاكهه هي الاولى، وهذه خصها تولي يعني عاده من العادات ديال الوجبات الغذائيه المغربيه. ماشي غير كاملين ياك الوجبات الغذائيه المغربيه. الفواكه هي الاولى، ثم العصير ديال الخضروات، والحمد لله والله العظيم الا دابا لما كنجلس مع الاصدقاء، ولا ما كنكونوا كذلك في شي مناسبات، ولا كيتلاقى معك غير شي انسان هكا كيقول لك ودي راه حنا ودخلنا العصير ديال الخضروات في الحياه اليوميه ديالنا، وهذه كيبشر بالخير، لاننا حنا اللي كنا من هذا المنبر اول ما نادى ان العصير ديال الخضروات يدخل البيوت ديال المغاربه. فالحمد لله الا كانت هذه سلوك من السلوكيات اللي دخلناها البيوت ديال المغاربه لا لشيء، والله لا الذي لا الا بغينا طيب خاطر، صح، بغينا المغاربه ديالنا كلهم يتمتعوا بالصحه ديالهم. قلنا الفواكه، ثم العصير ديال الخضروات، ثم لي سالاد، ومن بعد لي سالاد كنجيو نحط لهم الهيدروكربونات. والهيدروكربونات قلنا يا اما الخبز الكامل، يا اما الكينوا،
يا اما لو ميي، والميي هو اللام ويا اما الشعير، الخبز ديال الشعير. هادو بن خالتهم هادو ممتازين في الوجبات الغذائيه ديالهم. ثم الوجبه ديال اللحم، اللحم يا اما يكون ديال الدجاج او لا ديال الغنمي او لا ديال او لا البيض هذا او لا البقوليات. نعم. والبقوليات راه حنا معروفين عندنا المغاربه بارعين في الطياب ديال البقوليات، وهذا الوقت ديالهم وهذه هي الوقيته ديالهم. دونك البقوليات نقولوا هذا بحال الخبيزه، البقوله، السلق، وهذا ونزيدوا عليهم هذا الشيء ديال القطاني. القطاني هذا شنو كيقول العدس، اللوبيا، الحمص، هادو كلهم الجلبانه، هادو كلهم المواد. دونك الناس اللي كيديروا البصاره، الناس اللي لا البصاره ديال الوقيته ديالها، ديال الوقيته ديالها ديال البرد. وتحيه حتى الناس اللي ربما كيدخلوا الوليدات ديالهم من دابا ياكلوا لوبيا، ياكلوا العدس بطرق اللي هي مختلفه. كاين اللي كيزيد فيها الخضروات بحال مثلا العدس اللي كيزيد فيه خيزو، كاين الناس اللي كيزيدوا فيه بحال مثلا اللحم بحال القديد، يعني انه كيبنن وفي نفس الوقت كيعطي واحد الطاقه، واحد الدفى للذات ديالنا، وسيغتو الحاجه اللي كتكون محتاجه للحديد. ممتاز. نعم مزيان. ثم بقات لنا العنصر الخامس وهو الدهون. الدهون وكما قلت المغرب فيه ماده عجيبه، وللان ولا كل شيء كيناقشها دوليا. الولايات المتحده الامريكيه داكشي اللي موجود في زيت الزيتون كياخذوه. نعم. اللي موجود، بمعنى ان الناس اللي عندهم ديفيرجي ديال زيت الزيتون كون على اليقين، او ديال شجر الزيتون كون على اليقين بان المنتوج ديالهم غيكون مطلوب ليس فقط على المستوى الداخلي بالمغرب بل حتى على المستوى الخارجي. زيت الزيتون وزيت الكوكو هادو كلهم لما هاد الشيء يكون مجموع في الطاوله ديال الوليد ديالي اللي هو طالب غيكون فيه واحد ثلاثه العناصر انا بالنسبه لي اساسيه الذاكره ديالو. مزيان. العنصر الاول وهو الزنك، وحنا كنعرفوا بان الزنك كيلعب دور مهم ومهم جدا لاستيعاب المعلومه، باش غير يكون كيحفظ المعلومه دغيا تدخل ليه للذات ديالو، ولاستخراج المعلومه لان نهار الامتحان بغيناه يخرج المعلومه بواحد السرعه اللي تكون كبيره وكبيره جدا. نعم. ثم كذلك السيلينيوم. على السيلينيوم سيت ان اونتي اوكسيدون فور اللي لما كيكون شي وسخ اكوتي ديال الخلايا الدماغيه كيحاول هذا يلعب على اساس انها ما تدمرش الجدار ديال الخليه وما تدخلش الى العامل الوراثي ديال الخليه اللي غيقدر ياثر ليا على المردوديه. فوالا المردوديه للوليد ديالي. ثم كذلك النياسين. النياسين ماده اللي كتلعب واحد الدور ديال تنشيط الذاكره بواحد الشكل لا يتصور. غير كتسمع النياسين موجوده في هذه الماده الغذائيه كتقول الحمد لله ولدي غادي يستافد منها وغتنشط ليه الدماغ ديالو وغيبقى اليوم ديالو قدام الاستاذ هو فايق ونشيط ومستعد انه يستوعب جميع الافكار والمعلومات اللي غتعطى ليه من قبل الدرب. النياسين فين غنلقاوها؟ واش موجوده عندنا؟ واش ممكن انني في شي وجبه من الوجبات الغذائيه ناكلها؟ موجوده بواحد الشكل كبير وكبير جدا في الدنجال الكحل. نعم. الدنجال لا كونسونتراسيون اللي كاينه فيه ديال النياسين عجيبه. عرفتي الدنجال بزاف الناس اللي ربما تيقول لك خضره يعني غير زايده ما تيعرفوهاش شنو فيها. والله العظيم على هذا الشيء جبت هذا القضيه اليوم لان الناس انا كنقول انا ما كتخلقش شي حاجه عبثا يعني ما عدا الله يعني ما يمكنش ان شي حاجه في الدنيا تكون تحطات وما فيهاش شي مكونات ما فيهاش شي فائده. الدنجال بزاف الناس كيقول لك لا حقا ما فيهش غير الا مخديناش مقلي، مع اننا كثير ديال الوصفات عطينا بطرق اللي هي مختلفه باش غير نشجعوا الناس على الاكل ديالو. صح. مي اليوم معاك غيوليو الناس ياكلوه بشكل ماشي غير غيوليو. دابا انا كنقول الام اللي ما كتوجدش ما كتحط الولد ديالها الدنجال في الطبق بحال كترتكب شي حاجه ماشي هي هذيك هذا ماشي لا لي شيء وانما مسكينه ما كانتش عارفه. وحنا اليوم كيقول لك لا ما فيش ما غياخذوش من هذا غير الا درناه مقلي الا هذا، مع انه كيجي مفور كيجي زعلو كيجي باشكل انا بعدا شخصيا عزيز عليا. لا هو راه كنت كان سميتو كنمشي للعرايج لواحد لواحد الريستو غير باش ناكل الدنجال. نعم. كيصابوا بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا. كنضرب ذاك الساعه ديال الطريق ناخذ عنده الدنجال ونرجع. علاش؟ لان فاش كتشوف الفوائد ديال الشيء ها هي حداك كتقول علاش نحرم راسي ونحرم وليداتي. والان حنا كنقولوها للمغاربه كاملين باش حتى هما ما يحرموش وليداتهم من هذا المنتوج العجيب. الدنجال وخاصنا مره اخرى نجبدوا اللفت. ايوه نشوفوا واش فيه فوائد. أيوة. لان تلفت من الخضروات اللي كنقولوا كتزيننا غير كسكسو.
ومع ان كيبدا واحد يدفعوا الاخر ولذلك في القصريه كل واحد كيد ما كياخذوش، مع اننا كنعرفوا انه من الاشياء اللي ربما الناس كياخذوها في السعال، يعني ان من الواحد كتكون عنده سعله او لبحه يعني بعد ما كيجدير ما هو علاجي وما هو طبي وهذا وكيبغي غير شي حاجه اللي غير على الحلق كنديروا مع شويه ديال السكر وغير يخليه كيطلق داك المواد ديالو كياخذوه الناس. يعني ملي كيعالج او اللي كي على الاقل كيقلل لك ديك البحه اللي عندك في الصوت فغيكون عنده فوائد بزاف. غنتكلموا على تايا غنجيب ديك كاع الخضروات اللي ربما غنهضر لك على الجلبانه خاصك تقنعني. لا ان شاء الله خاصك تقنعني انا شخصيا انني ناكلها. مرحبا غدير معايا التحديات. وحنا درنا سميتو درنا في البرامج ديالنا هاد السنه هذه غنبقاو مره نجبدوا موضوع مره نجبدوا خضره من الخضروات باش نعطيو الفوائد والمزايا ديالها باش نخليو نحفزوا المغاربه ديالنا على انهم ديك النعم اللي عطاها لهم سيدي ربي ما يبقاش يقولوا بان هذه غير زاده هذه ولا ناقصه هذه ولا. انا بعدا غدي مع جوج تحدي. مرحبا. في لوبيا خضراء وجلبانه. مرحبا. نشوف. مرحبا. الا قنعتيني كليتهم. انا غنقول لك كاين المعلومه العلميه اللي كاينه فيها فهمتي. وكان انا في هذه دائما الرساله ديالي في هاد اللقاءات اللي كنكون دائما كنقول المعلومه العلميه والنتيجه شنو كنقول؟ فمن شاء فليؤمن. ها انا قلت لك المعلومه ومن شاء فليكفر. ياك لا 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 مزيان مزيان مزيان. انا غنشوف. مرحبا. بغينا نشوفوا. دونك شفنا الدنجال انه من الخضروات اللي خاص فريمون الام تعطيها للوليد ديالها ممتاز. كاينه شي خضره اخرى اللي خاصها هي يا ربما الام ما كترش لها البال او الاسره ما كترش لها البال خاص فعلا تكون في المنظومه الغذائيه ديالنا. الخضروات ما بالاشياء اللي خصها تكون مثلا في الوجبات الغذائيه ديالنا مثلا البيض. البيض البلدي والبيض البلدي غني بواحد الماده سميتها الكولين. وهذه هذه الماده مفيده سميتو للصحه ديال الدماغ ديالنا. الدماغ سبحان الله الوليدات ديال العروبيه فاش كنا كندير لهم واحد لو تيست انتليكتويال وقلبنا الناس اللي كياكلوا البيض بزاف مع الناس اللي ما كياكلوش اللي كياكلوا البيض البلدي مع اللي ما كياكلوش لقينا بانهم السرعه ديال الاداء ديالهم كتكون قويه بواحد الشكل كبير وكبير جدا. مازال نشوف معك هذه الامور ونشوفوا كذلك حتى النسبه ديال البيض اللي خاصنا ناكلو. صح. لان ماشي مسموح اننا ناكلو بزياده لان ممتع. كل حاجه كتزيد على الحد ديالها كنقلب الى ضدها. غنمشيو من دابا شويه نسمعوا حاتمات اللي كيستمعوا لنا فين ما كان انتم نازلين معنا على شاده من خلال برنامجكم شاده الاسره رفقه البروفيسور محمد حسين اخصائي في التغذيه. مازال مكملين مع الوصفات او الوجبات اللي خاص الوليدات ديالنا ياخذوها بعين الاعتبار. شنو معك بدايه بروفيسور ان كاين بزاف ديال ما يتقال في هذا الشيء. شفنا ان خاص كل ام تحرص على ان تحط واحد النطاق معين ديال الوجبات اللي كيكونوا فيه بزاف ديال المواد تكون فيه زنك سيلينيوم نياسين اللي هو قلتي كينشط الذاكره. قلتي هذه الماده متوفره في الدنجال وغتكون اكيد في مواد اخرى. احنا تكلمنا سبيسيالمون على الدنجال لان بزاف الاسر ما كياخذوش اولا ما كنديروش في الوجبات ديالنا الغذائيه كنقولوا غير شي حاجه كدار في القليان مع الحوت باش ندوزوا بها الحوت وصافي. شفنا كذلك ان خاصهم ياخذوا البيض اللي كنعرفوا ان كاين واحد النسبه ديال البيض خاصها تتخذ بعين الاعتبار. بمقياس تقريبا شحال من البيضه في الاسبوع؟ ثلاثه البيضات في الاسبوع. بمعنى على قدر ديال نهار اي نهار لا. ممكن الوليد ياخذ نهار اي نهار لا بيضه وتعطيه النسبه ديال الكولين اللي غيحتاجها باش يعني الصحه ديال الدماغ ديالو تكون في المستوى العالي. نعم. نمشيو ناخذ مكالمات على 0522 36 10 36 او 36 05 36. ام ايمن من الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا لاله تفضلي. جميله. انا بغيت نسول الدكتور حسين ما تكحصتك على ما زدت العوينه ديالي بسبب السكر. بغيت مثلا نعرف فين كتبع هذيك الجمره ما لقيتهاش بالتنظيف قلبت حتى عيت. الله يجازيكم بخير. نعم. انت خاصك تاخذ تقدي التغذيه ديالك فيما يخص السكري ياك اول شيء باش نتفقوا. ممتاز. بغيت نعاون غير بهذاك الجمره اللي كان عليها الدكتور حسين وما لقيتهاش بنتي ما لقيتهاش. نعم وممتاز. دونك حنا غنشوفوا ما هو غذائي ونشوفوا على الماده اللي تكلمتي عليها كيفاش توجديها ونصفوها لك باش انك توجديها بسهوله. لكن كيف كننصحوا دائما انك مزيان انك تتبعي مع الاخصائي ديالك وتتبعي الريجيمات ديالك وكذلك حتى بما انك تقاس لك سلعوينه تتبعي مع الاخصائي
اخصائي في طب العيون. مشكوره ام ايمن من الدار البيضاء. مازال نتلقاو مكالماتكم دائما على 0522 36 10 36 او 36 0536. مازال كنتكلموا على المواد ديالنا. البيض البلدي شحال اولا البيض عموما شحال خاصنا ناخذوا المقدار كل سيمانه؟ عنده نهار ايه نهار لا، نهار ايه نهار لا، يعني الا كان اليوم البيض يعني اربعه البيضات ثلاثه البيضات، ثلاثه البيضات في الاسبوع كافيين للوليدات ديالنا باش ياخذوا لا كونتيتي ديال الكولين اللي غتنفعهم في النشاط والصحه ديال الدماغ ديالهم. نعم. ثم كذلك ما بين الامور اللي هي مفيده ومفيده جدا للدماغ غناخذوا هادشي المفيد كله للدماغ ديالنا والدوات ديالنا، لكن نمشيو ناخذوا المكالمه ديال فاطمه الزهراء من دار الرباط. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي لاله. عفاك عندي واحد السؤال انا سبيسيال شويه للبروفيسور. انا حامله في الشهر الثامن و خاطري كتمشي ليا بزاف لشي مواد ما ماشي صالحه للاكل بحال التراب بحال دابا الوحم ديالك جا على التراب ياك؟ اه. بغيت نسول البروفيسور واش واش زعما خطر ولا يقدر زنيني صافي. نعم نعم غنجاوبوك بعدا. اول شيء الله يفكوا حالك على خير ويتم محمد ديالك بخير ان شاء الله. مشكوره فاطمه الزهراء من الرباط على السؤال ديالها، لان السؤال كيهم بزاف ديال السيدات الحوامل اللي كانت كتحمل فاخر الغسول التراب وكذا كنشوفهم كياخذوا عجيب، ولكن ما كنعرفوش واش غيدير ضرر ولا مش ما يديرش ضرر ولا حمايه من الله لانهم حاملات ما عرفناش. نشوفوا معاك المستمعين سمعتي كيسمعونا فين ما كنتوا معنا على شاده من خلال شاده الاسره. ومازال حاضر معنا البروفيسور محمد حسين اخصائي في التغذيه. مازالين كنتكلموا على شنو هي الوجبات اللي كتخص الوليدات ديالنا. شفنا القياس ديال البيض اللي خاصهم ياخذوا الوليدات، خدينا ثلاثه البيضات في الاسبوع. من المستحب انهم يكونوا بلديين، الا ما كانوش بلديين سي حسين ناخذوه ولا لا؟ يعني عادي عادي عادي، المهم ان غيكون فيه غيكون فيه نسبه ولو هذا من المواد اللي بغينا، لان هذا هو القياس اللي منصوح به من خلال المختصين في التغذيه، ان البيض خصنا ناخذوا ثلاثه ديال البيضات على الاقل اسبوعيا سواء الوليدات الصغار وحتى الناس الكبار. عادي 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 بالنسبه للكبار ولا الصغار، لا كونتيتي ديال الكولين اللي كيحتاج كتعطى. والغريب هو انه مثلا الوليد ديالي محتاج 3 ميكروغرام وديك البيضه اللي كلا فيها كانت فيها 4 ميكروغرام. شوف شوف سبحان الله الجسم كيفاش كياخذ ديك 3 ميكروغرام والباقي كيلوحوا مع الخروج. نعم كيلوحوا اوتوماتيك كتاخذ داكشي اللي محتاجه له واللي محتاجاش له راه كيمشي وزايد. ولكن الا كانت مثلا الحاجه ترانسفورمي ما كيوليش يعرفها. نعم مثلا بحال الا خدا العنب الانسان المكونات ديال العنب كياخذهم وداك ليكسي ديالو كيلوحوا في الزنقه، ولكن الا خدا الكونفيتور ديال العنب ما كيوليش يعرف ديك سميتو، ما كيوليش يعرف بانها ماده طبيعيه، كياخذ ديك المواد اللي كاين فيها وكيخليه حتى داك الشيء اللي بقى كيخليه داخل الجسم. فهنا الذكاء اللي عطى الله سبحانه وتعالى للجسم ديالنا لا يتصور. اشنو مطلوب منا؟ مطلوب غير اننا نعطيو للذات ديالنا اشياء ما تكونش محوله. نعم. التحويل ديالها نخليوه مثلا كما كنقولوا اشياء في الطبيعه ديالها، نخليو الماكله الاولى والثانيه والثالثه تكون كلها 100% طبيعيه. وإلا كانت عزيزة عليا بيتزا وعزيزة عليا شي حاجة اللي طويجين ولا عزيزة عليا نخليه هو الآخر. ما بقى عزيزة عليا والو ولا ما تشوف فيا. لا لهذا فالحمد لله أنا اللي أقول لك يعجبني في هذا الأمر هذا، لما كتلقى مع الناس في أي مؤسسة تلاقيتي معاه ولا غير في الزنقة فاش كتلقى معاه وتيقول لك راه خدينا بديك النصيحه اللي قلتي، كتقول اللهم لك الحمد. اذا الرسائل كتوصل اللهم اننا قد بلغنا. كاين حاجه اخرى اللي موجوده كذلك عندنا في البلاد ودابا الوقت ديالها موجود الحمد لله، وهو الخس. الخس نسيت من المواد اللي خاصك تقنعني بهم حتى هما الخس. نمشيو ناخذوا المكالمه ديال ثريا من وجده. السلام عليكم ثريا. السلام عليكم اختي جميله وتحيه كبيره للسيد احسين اللي هو غني عن التعريف. الله يبارك فيك لا ثريا مرحبا. الله يبارك فيك اختي جميله. انا اللي كنت اتصلت بك هذه والبارح عن الكلمات اللي بغيت نقولهم شدائد ام ورانا مصره باش نقولهم. يلا سربي سربي خمسه ينقطع الخط سربي. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله. بسم الله بديت على النبي صليت. شدا اف ام يا سيادي الا بغيت تسمى وتشوف ما تفكر ما تنضام، كل شيء عندهم مرسوم برشه فنان، لوحه مرسومه باتقان يرعاها العلي العدنان.
يا سيادي ما نقول لكم شعلة وردتان في بستان جميلة وصديقتها شداهما من شدا اف ام بالكلمة الزينة يحكيو والضحكة يوصفوا يبغيهم الكبير والصغير شدا اف ام أزهار وياسمين عبقهم وصل القرى وخارج البلاد بغاهم كل عباد يا سيادي إذا قلت لكم باش وصلوا وصلوا بالكلمة الطيبة والتلقائية ونزيدكم الشفافية عاداتنا وتقاليدنا منهم مشرية ما نساوش حتى العطرية ما نقولكمش على الحداقة للا مولاتي جميلة كل حاجة عندها مقضية ما نساش يا سيادي نهار الجمعة كل شي هنا وتما فقيهنا وجليلنا ينصح ومن فيه ومن فيه الكريم تخرج الآيات عبر وحكم للناس باش يمشيوا في طريق الله على الأسئلة يجاوب على الصلاة ينادي سمعوا له يا عباد راه كلامه حكم عرفتوا شكون هو يا سيادي ما نساش السيدات الفاضلات بالوصفات متحزمات نذكر لكم السيدة أمينة والسيدة مليكة ما نقول لكمش على الحداقة كما قال حاتم عمور مرأة وقادة ولكن ما يزعفوش مني النساء الأخريات راهم في البال ولكن ما بغيتش نكتر على شدا اف ام يا سيادي ما بغيتش ننسى جنود الخفاء يرسموا المنهجية للإذاعة ما ينساوش الفقير والمحتاج كلهم يجريوا في عمل الخير الله موفقهم بالتيسير شادة اف ام انت بستان جمع كل أنواع الورود انت قدوة لكل الأجيال والعهود شكرا أختي جميلة شكرا لك بزاف لا توريا اول شيء على الكلمات ديالك في حق ديالنا وكنتمنوا نكونوا قدها ثاني شيء على الاصرار ديالك انك تواصلتي مره وزوج وثلاثه وشحال مره ما قبضتش لك الخط ومره انقطع لك الخط باش انك تقولي هذه الكلمات في الحق ديالنا يعني شكرا شكرا لك بزاف من القلب ديالي قلب كبير لك ولكل الناس دوجده الوجدين فين ما كانوا شكرا لك بزاف لالا توريا لا يحرق فيك شي عدم كيف كنقولوا دائما والله يخلي لك الصحه ديالك وصراحه صراحه حشمتيني بالكلام ديالك شكرا لك بزاف 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 شكرا ملي كيجيو كلمات بحال هادو ما كتعرفش راسك باش تكمل صراحه يعني شكرا بزاف لالا توريا نمشيو ناخذوا المكالمه ديال فاطمه من وجده كذلك السلام عليكم فاطمه كنتمنى تعاود تواصل معنا فاطمه وكل مستمع مستمعات رقمنا راه الاشاره 0522 36 10 36 او 36 0536 دونك نمشيو نكملوا المواد الغذائيه ديالنا بعد هذا الكلام هذا ما كتقدرش تكمل حتى شي حاجه نعم دونك المستمعات ديالنا غاليين وكنبغيو نعطيهم دائما النصائح اللي كتنفعهم وكتنفع الوليدات ديالهم صح. هنا الا كان الوليد بخير وعلى خير وصحته مزيانه وماكلته مزيانه حتى الام راه كتكون مرتاحه من واحد الجهه شنو نقدروا نقولوا قلنا البيض مستوى ديال ثلاثه ديال البيضات بيض بلدي اولا العادي معليش بحال بحال تكلمنا على انهم يحاولوا يدخلوا لهم الدنجال الدنجال ما يقدرش شحال من مره خاصنا ناكلو في الاسبوع تقريبا هو الدنجال دابا ما حدو كاين ما كنكرهش كنشوف انا كنشوف على طول العام ولا كيكون غير بصح ما نكرهش نعم انه دابا على الاقل يولي بحال اون سالاد في الحياه اليوميه ديال الوليدات لان هذيك لانياسين صعيب 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 تلقاها في مواد اخرى وفاش كتلقاها بدي كونسونطراسيون دي دوز قلال نعم لكن في سميتو في الدنجال مجرد كثير كتحببوا مقلي ولا هكا مفور اولا زعلوك اولا هو كل ما كان مسلوق كل ما مزيان وكيدار ما كيفقدش المواد ديالو لا تسلق نهائيا وكدير معها وخاصه هذه الماده هذه انا اللي اساسيه هي هذه الماده ولما كديروا مع سميتو مع الخل ومع سميتو مع الزيت البلديه وديك الشرموله ديال المعدنوس والكرفس يا سلام يا سلام بروفيسور عزيز الحسيس بك انا بغيتي تاكل دابا الدجال ياك ما كرهتش تحطي عليا دابا وناكل قدام مرحبا جيتي بحاجه قليله نصيبوها نقلبوا على القليل ولكن المفيد ممتاز نمشيو ناخذوا مكالمه هذه المره ديال سعيده من سلا سعيده الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله لاله الو شكرا على هذا البرنامج بزاف الله يبارك فيك دكتور حسين مرحبا مرحبا الله يحفظكم علينا شكرا شكرا ولا انتم بغيت نحب نسقسي الدكتور نعم مرحبا انا ولدي كان ديجا متبع له التريتمون ديال الدكتور كريم العبد العلاوي ديال ديك الثومة وزيد فيه دي ان المهم حاليا انا ما كنديرلو رشاشه ما بقاتش كنديرها له دابا المشكل عنده كان كيخرج له واحد عوينته من تحت كيتنفخوا له
كنقلب لان هذيك هي ديك الضيعه هي اللي كدير له ديك 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 النفخ اللي لتحت. دابا هو حاليا ما كيسعلش الحمد لله، يعني ملي نتبع له ديك التريتمون الحمد لله ما كيسعلش، ولكن بعض المرات ديك ديك العوينات كيبقاو كيرجعوا عادي ما كي لا سعيدة. يعني عادي بحال لا سعيدة نعم. إلا جات على خاطرك هاد المسألة هادي ديال العوينات تينتافخو والحساسية هذا متبع له مع الطبيب؟ هذا واحد تبعت له مع الطبيب ديال كنت أنا كنت كندير متبع له مع الطبيب ديالو. ممتاز أنا كنت متبع له مع الطبيب ديالو. أنا بغيت نعرف اسمعني عافاك معنا البروفيسور محمد حسين أخي صاحب التغذية ياك واش بغيتي شي حاجة تقولي؟ نعم واش هادشي يعني بغيت غير نسولو واش هذيك النفخ واش كيكون مثلا شي ماكله مثلا ما كياكلها هي اللي كدي؟ حيت بعض المرات ما كتكونش عنده ديك النفخ من التحت وبعض المرات كيرجع له. بغيت نعرف واش شوفي اشنو كتشوفي كياكل وكيبان له داك الانتفاخ اشنو تتشوفي؟ كناكل كياكل معايا يعني الماكله كناكلوها عاديه اللي كناكلو مثلا يعني الماكله كلها كياكلها، يعني انا بغيت نعرف واش كاين شي ماكله ممكن دير له ديك الانتفاخ تحت العين. نعم واش عمرك شفتي له واش عنده الحساسيه ديال المواد الغذائيه؟ لا مشيت لا مشيت درت له التست عند الطبيب وقال لي عنده حساسيه ديال الغمال. نعم نعم واضح واضح السؤال ديالك سعيده من ساله، ورجاء من كل مستمع ومستمع دائما الاسئله تكون في نطاق المواضيع ديالنا اللي كنقترحوها عليكم، مواضيع اللي هي غذائيه الصحه ديالنا اشنو ناخذوا اشنو ما ناخذوش، الكميات الوجبات ربما كيف اكتشفنا اليوم ان الدنجال فيه ماده اللي مهمه جدا وخاصنا ناخذوها بعين الاعتبار. نمشيو نكملوا معك بروفيسور محمد وحسين، اشنو هي المواد الاخرى اللي خاصها تتخاد وخاصها الدار؟ كاين الخيار اها قبيله الخص اها الخص والخيار اييه هذو من الاشياء المهمه جدا ومفيده جدا اللي خصنا نعطوها على الاقل في الوقيته اللي بغي ينعس الوليد اون سلاد مكونه من هاد المكونات هذو. حيت حنا السلطات اولا الشلاضه كناخذوها ديما في الغداء ولكن دابا الان ولات خصها تتخاد في الغداء وتتخاد في العشاء نعم. باش ياخذ الوليد لو ماكسيموم الا سبحان الله كان عنده الامتصاص عنده ناقص ولا هذا في كل ما كثر كل ما الجسم ياخذ بشويه اليوم مع الغداء بشويه مع العشاء وحتى كيولي ياخذ لا دوز اللي غيحتاج ليها الوليد وبالتالي غادي تنفعوا في يعني في المردوديه ديالو وفي في التعامل ديالو مع القسم ديالو والتعامل ديالو مع الدروس ديالو. فقلنا هاد المواد منها الخس الخيار وكذلك الدنجال هادو ها علاش الفوائد ديالهم ممتازه. ثم تكلمت الاخت وقالت لك ودي كنعطي لولدي البصل، فالبصل يا لما كياخذوا الانسان عندك البصل وعندك الثوم هما المزودات رقم واحد للا كونتيتي ديال الاكسجين الكبيره للذات ديالنا. راه الا ما كانش عندي الاكسجين اسي المردوديه ديال الولد ديالي غتكون ناقصه. نقلب على الاشياء اللي غتعطيني الماكسيموم دوكسيجين. لو ماكسيموم دوكسيجين خصو يكون عندي، وشكون اللي غيعطيني لو ماكسيموم دوكسيجين؟ في المواد الغذائيه كلها وفي الفواكه كلها كنلقى بان البصل هو رقم واحد. نعم. ثم كيتبعوا الثوم. تصور البصل والثوم كيقدر يوصل لي حتى ل 670 يونيتي نعم. دوكسيجين. هذه ما كنلقاش المواد الاخرى، ما كنلقاش نهائيا في المواد الاخرى، وبالتالي الا كنت باغي نوصل للذكاء الوليد ديالي خص يكون عنده لو ماكسيموم دوكسيجين عنده في الدماغ ديالو، وهذا لو ماكسيموم اللي غيجي من المواد الغذائيه وما بين المواد الغذائيه اللي غنيه بالاكسجين واللي كتساعد المخ على اساس انه يكون الدري صاحب ذاك المخ منتبه. والله العظيم الى البصله من الفوائد المفيده والعجيبه. ناخذوها كشلاده مغربيه ولا ناخذوها طيبه كيفاش ناخذوها؟ شنو كتفضل؟ تكون خضراء بالطريقه اللي كياكلوها المغاربه عجيبه جدا عجيبه. نعم. يعني حتى الا كانت طيبه ولا مسلوقه ولا راه كتنقص من المفعوليه لها، لكن الا خديتها شلاده خضراء بديك الشكل اللي كناخذوها الله يجعل كنا في العربيه حنا شنو كناكلوها كنغزوها مباشره. لا الاخرى حتى الاخرى حتى القاصحه والله الا كنا كناكلوها وما كنعرفوش القيمه ديالها. دابا عاد كنقول يا ليت كنت كنعرف ديك الوقيته وكنا كنهزوها بيولوجيك ما كانش فيها لا برودوي شيميك لا والو كتهزها وكتاكلها مباشره من الفدان وكنا كناكلوا في حقيقه المواد الغذائيه الحقيقيه. هادشي علاش بزاف الناس كيرجعوا ما هو بيو انه المواد اللي ما فيها حتى شي حاجه، ولكن حنا كنعرفوا ان ارتفاع الثمن ديالها هو اللي كيخلي التكلفه كتخلي ان الناس كيوازنوا ما بين هذا وهذا وكيحاولوا انهم على الاقل في الطريقه ديال الطياب الطريقه ديال اننا كندخلوا الدوات ديالنا مواد اللي كتكون شويه مزيانه الانسان كيحاول يراعي ما بين هكا وهكا. انت قلت لي نيت ملاحظه ان وليتي كتشوف الناس ولاو كياخذوا العصير ديال الخضار كياخذوا بزاف ديال الحوايج. هو الان لما كنشد الطريق من مراكش وانا جاي للقنيطره اولا شد الطريق من القنيطره وانا هابط لوجده كنلقى راسي بانه
كندوز على واحد العدد كبير من الاراضي خاويه. علاش هاد الاراضي ما تزرعش بهاد الخضروات وهاد الفواكه اللي غتخلي سميتو هذا الثمن؟ ما عرفناش ديال من ديال اليوم بلا نمشيو ناخذوا مكالمه ديال عائشه من مراكش. مرحبا عائشه. السلام عليكم. عليكم السلام، انا عائشه من مراكش. مرحبا بك لعائشه، مرحبا خياتي. بارك الله فيك. تفضلي. بغيت نسول غير الدكتور، بارك الله فيه، الله يجازيه بخير، تنشكرو بزاف على هذا. بارك الله فيك. تفضلي بسؤال ديالك لعائشه. فيا واحد الحساسيه الله يرحم الوالدين، كتجيني مره دغيا تتمشي 10 دقائق ما تتبقاش 10 دقائق. واش حكا اولا شنو؟ لا ما كنحكاش، الخطوطه حمرين كلشي في الجسم ديالي. نعم، واش ملي كتاكلي شي حاجه؟ ما عرفت والله ما عرفت، المهم قطعتي درت الريجيم، ما خليت عن هذا وانا دايره الريجيم. العائشة الطبيب مشيت عند الطبيب. اها اش قال لك؟ مشيت عند الطبيب الباطني الدكتور بروفيسور. اييه ها الامراض. خرج لي التحاليل. اش قال لك عندي التالي؟ عندي درت التحاليل ديال الغدد. اشنو قال لك عندك؟ قال لي عندك فقر الدم. نعم، دونك حنايا غنعاونوك باننا نعطيك مواد اللي ربما كتزيد الدم او لا كتعطيك فيتامين تي ناقص. نعم بارك الله فيك. كتاخذي الدويات ديالك؟ كتاخذي الدويات ديالك لعائشه؟ اييه اييه. نعم ممتاز، مشكوره بزاف لعائشه مدينه مراكش على التواصل. نمشيو لسراغنا نجوى. السلام عليكم نجوى. يا نجوى حد اوفر دائما على 0522 36 10 36 او 36 0536. دونك هنا نعطيو الخلاصه قبل ما نخرجوا ونعاودوا نرجعوا باش اننا نجاوبوا على الاسئله. شنو الخلاصه اللي نقدروا ناخذوها من عندك اليوم؟ لا في المواد اللي هضرنا عليها دابا اليوم حنا كان خاص شيئا ما على اشنو هي المكونات ولا شنو هي المكونات. عاد مازال ما تكلمناش على الطبق ديال العشاء ديال الوليدات ديالنا اللي خصهم يكونوا. هذاك مازال ما تكلمناش. خصوا لي حلقه ان شاء الله، لان على الاقل اليوم خدينا منك ان الدنجال خاصو يتخاد، خاصو يتخاد الخس، خاصو يتخاد الخيار، البصله والثومه حتى هما مواد مهمه خاصها تتخاد. شفنا معاك البيض بالنسبه لثلاثه ديال البيضات في الاسبوع بالنسبه للكبار او للصغار. البيض البلدي كان بها ونعمات، ما كانش ناخذ البيض العادي، يعني كل شفنا مواد بالاضافه للطريقه ديالنا شرب الماء، بالاضافه للعصير ديال الخضروات اللي شفناه ان نصبقوا الفواكه ثم العصير ديال الخضروات، من بعد كناخذوا اللحوم دواجن حوت. علاش كنمشيو الخبز قلتي بإلان بالشعير بنخالته، يعني الكينوا، كلهم هادو مواد اللي ذكرتيها وصافي ولات راسخة في الدين. كنتمنى كل مسلمين سامعين هما تكون لصقات لهم في الاذهان ديالهم باش الصحيحه ديالهم والوليدات ديالهم تكون صحه جيده. مازال نرجعوا ولكن بكل مستمعين ومستمعات تمشيو سريعا نجاوبوا على الاسئله اللي تلقيناها على 0522 36 10 36 او 36 0536. دونك بروفيسور محمد احسين اخصائي في التغذيه، تكلمت فاطمه الزهراء انها حامله في 8 شهور، تكلمت ان كتشهى شي حوايج اللي غير صالحه للاكل، قالت لك التراب. ممتاز. الله يسمح لنا من الوالدين ياك. صح. نعم، هنا التراب وكماده واش تختار؟ ما عرفتش ما هذا ماشي مشكل. وخاصه ان النساء في هذا الوقت هذا عندهم واحد تصرف خاص. وشكون اللي كيكون سبب ديالو؟ هذاك الجنين اللي كاين في تدوك الهرمونات اللي كنقولوا حنا كتخربقوا غيرها. بعض المرات كيكون الجنين محتاج لواحد الماده، واحد العنصر غذائي. وما كاين ذاك العنصر الا في الفخر. نعم. كيوجه الام ديالو باش انها تاخذ الفخر باش تاخذ ذاك العنصر باش يكمل هو البناء ديالو. نعم. كاين وحده اخرى اللي كيجيها مسكينه الوحم على التراب. علاش؟ لان في ذاك النوع ديال التراب راه ماشي اي تراب كتمشي تاخذ، كتمشي تاخذ واحد النوع معين ديال التراب اللي فيه هذاك العنصر اللي بغى هذاك الوليد باش يكمل البناء ديالو وكيتم بهذه الطريقه هذه. فالامهات في هذه الوقيته هذه ما يخافوش، غير طوع الجسم ديالها، فبمجرد ما كيسالي هذيك الفتره ديال الوحم راه ذاك الوسخ كله اللي غير مرغوب فيه كيخرج الى الخارج وكيتخاد فقط هذوك العناصر اللي باغي الجنين ياخذهم باش يكمل البناء ديالو والتحويل ديالو. وهذه هديه غادي نقدمها ليها نهار توصل، راهي قالت لك في الشهر الثامن دابا، وتوجد راسها للحليب، تاخذ الحلبه والحريقه والبسباس والفصه وكذلك شنو كيقول ليه لو شاردون ماري. هادو الشاردون ماري راه داير بحال القوق. وداك سميتو دوك الوريده الموف ديالو هي اللي كنصوبوا بها الحل الريب. نعم. كنروبوا بها الحل. هذيك سميتو هذيك النبته هادو كلهم الا جمعتهم
ودارتهم مع العسل غيعطيوها ان شاء الله الحليب. والامهات اللي في هذه الفتره هذه ياخذوا هادو كيتسموا دي بلونت غالاكتوجين كيعطيو الحليب لعل الله سبحانه وتعالى نوليو نربي وليداتنا على شرب الحليب ديال الامهات الرضاعه الطبيعيه. هنا تكلمت سعيده مسلات كلمات على الثومه وعلى البصله وغيره، ديجا جاوبناها على الاهميه ديال الثوم وديال البصل. بالنسبه لعائشه من مراكش تكلمت على انها فينا المعرفه انها عندها فقر الدم زائد نقص فيتامين دي. هنا ما نتكلموش بما هو طبي بما هو غذائي، شنو المواد اللي تقدر تاخذها وتقدر تعطيها يعني تقاد لها فقر الدم اللي عندها؟ فيتامين دي باش انها تخدم تولي تنتجها لها تلقائيا المده ديالها، وتاخذ الدهون الطبيعيه ديالنا. الدهون الطبيعيه موجوده في زيت الزيتون، وتمشي تعرض راسها للشمس وتكبر الميتابوليزم ديالها. الميتابوليزم ديال شويه ديال الرياضه ودير ما بين الوجبه والوجبه الغذائيه على الاقل 8 سوايع، هادو كيحركوا الميتابوليزم وكيتحول الكوليسترول الى فيتامين دي النوع الاول، ثم في الكبد، ثم الفيتامين النوع الثاني في الكلاوي، وكيولي النساء ديالنا عندهم فيتامين طبيعيا تلقائيا. ثم المساله ديال فقر الدم، فقر الدم حنا قلناها تاخذ باربا وتفاحه وليزيبيناغ والعسل ديال الفصه، هادو تاخذ تشرب ثلاثه الكيسان في اليوم يوميا حتى تنطلق العمليه ديال انتاج هذوك الكريات الحمراء. ان شاء الله من بعد غنقادوا حلقات ديال كل واحد والتغذيه، مثلا الناس ديال فقر الدم، التغذيه ديال الناس اللي عندهم نقص فيتامين دي، التغذيه ديال السيدات الحوامل، هادشي كله ان شاء الله نطرقوا له. بدينا بالوليدات كتستريسيني بسميتو زرب دغيا زرب دغيا دابا هادشي كيستريسك مرحبا وانا دونك لا الوقت اللي كيحكم علينا، واكيد غنشوفوا حلقات اللي غنديروا فيها كل حاجه بوحديتها. مشكور بزاف بروفيسور محمد وحسين على الحضور ديالك مدينه قنيطره، واكيد الحلقه الماجيه نتكلموا فيما هو اكثر، غنتكلموا على الشعر اللي كيخص الوليدات ديالنا.